وينضم إلينا من الأراضي المقدسة مكة المكرمة تامر حنفي موفد القاهرة الإخبارية. مرحبا بك على شاشة القاهرة الإخبارية زميلنا تامر. يعني رحلة غنية وثرية وتثلج الصدور، وغدا يترقبها الجميع بيوم التروية 8 من ذي الحجة. هذه الرحلة بما تحمله من مناسك الحج وصولا إلى يوم غد، كيف هي الأجواء لديك؟ كل عام وأنتم بخير. كما تحدثت وتحدث الجميع بأن هذه الرحلة هي رحلة العمر، هي رحلة استثنائية الجميع يترقبها، حتى أن كل أيامها تعتبريها أنها كيوم وقفة عرفة. الجميع يحتشد، الجميع يلبي، الجميع يكبر هنا في مكة المكرمة. وحتى حين كنا في المدينة المنورة طقوس الحج لا تختلف ولا تبتعد عن هذه المنطقة، كما ذكر الزملاء في سياقهم لهذا العرض لما تتحدث عنه المملكة العربية السعودية أن الحرم المكي يكاد يكون قد امتلأ أو امتلأ منذ هذا اليوم، وكأن الجميع قد انتهى من طقوسه من طقوس الحج وقدم بعد ذلك إلى الطواف بعد النزول من عرفات. الحج مكتمل والمكة المكرمة والحرم المكي الشريف في كامل عدده، حتى أن السلطات السعودية في إطار عملية التنظيم التي تسعى إليها لتنظيم دخول المصلين حتى في البداية، إنها منعت الدخول إلى غير المحرمين الذين أتوا إلى بداية العمرة ممن يوصفوا بأنهم من المتمتعين من الحجاج، فقصرت الدخول إلى صحن الحرم المكي إلى مرتدمي لبس الإحرام وبالتبعية الأدوار العليا من الحرم المكي ومخصص للمصلين، وبالكاد تستطيع أن تصل إليه للصلاة. إن كنت تستطيع أن تصل للصلاة للوقوف هناك عليك أن تذهبي قبل الأذان بساعة وساعتين، وهنا لا أبالغ في هذا التوصيف، ولكن المشاعر جميعها تترقب وتتحمل هذا العناء وهذا التعب، لأنه من الغد ابتداء من الغد بعد صلاة الفجر سيتم الذهاب إلى التروية انتظارا للصعود إلى عرفات، وهو اليوم المشهود الذي أتى الجميع وتحمل هذا العناء انتظارا لوقفته في وقفة يوم عرفات. ولكن لا أخفيك سرا أن المشاعر، أنه مهما بلغ الإنسان من القدرة على أن يعبر عن مشاعره وأن يعبر عن وصف هذا المكان وأن يعبر عن كل التفاصيل، المفوه غير قادر على أن يصف هذه الحالة النفسية التي تتحدث فيها عن وصل بين الإنسان وربه. عليك هنا أن تذهبي بخيالك إلى أبعد مدى ما هي الكلمات التي يحتاجها كل إنسان ليصف هذه الحالة، لكنها حالة إنسانية واستثنائية. في كل عام وفي كل رحلة للحج هي متفردة ومنفردة ومختلفة أعتقد عن الرحلة التي تليها في العام الذي يليه، ولكن في هذا العام هل من مشاهدات مختلفة، هل من أمر مختلف في مناسك الحج لعام 2023 ربما تلقفته من هنا أو هناك؟ المختلف على الأقل هو لأنه كورونا كانت سوء، أحداث كورونا والتي أدت بعد ذلك إلى على الأقل منع وصول الحجاج إلى هذا المكان نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذت، ولكن هذا العام يسجل بأنه هو العام الأول الذي يصل فيه الحج إلى حد الأقصى بعد عملية المنع ثم عملية الرفع التدريجي للحجاج، وهو أمر مشهود هنا. الشوارع مزدحمة على كاملها، مكة المكرمة من حول الحرم المكي الشريف بكيلومتر وقد يزيد بقليل، المصلين يملؤون الشوارع حتى في عز هذا التوقيت الذي تضرب فيه الشمس كل الرؤوس، كل الشوارع ممتلئة، الحياة يعني على الأقل لا تستطيع أن تتحركي بحرية، الحركة هنا محسوبة بدقة لأن الزحام وصل إلى مدى لا يمكن أن يوصف في هذا الأمر، ولكن الجميل طبقا للتوصية الإلهية أنه لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. أظن أننا فهمنا المعنى الفلسفي من هذه الكلمة، أن الجميع اضطرب عن أهلي حتى يأتي إلى إداء هذا الفرض، فرض الحج. وبالتبعية فكرة الجدال هي النموذج الأمثل لتحمل هذا العدد الكثيف من الحجاج الذي وصل إليه هذا العام إلى حد أقصى داخل مكة، الذي يبدو أن هذا الرقم الذي أعلن عنه بأنه قد يصل إلى 2 مليون على أبلغ تقدير قد يصل إلى أبعد من ذلك بكثير بما نشاهده في هذه الملاحظات الأولى كما ذكرت. تامر حنفي موفد القاهرة الإخبارية كنت معنا مباشرة من الأراضي المقدسة مكة المكرمة، شكرا على هذه الأجواء الروحانية والإيمانية التي وضعتنا بها، شكرا للزميل تامر.